موجودين مع حضراتكم النهارده داخل مستشفى 57357، وده لانها بتحتفل بتخريج الدفعه الثانيه من برنامج اداره جوده الرعايه الصحيه وسلامه المريض التي تحمل اسم مؤسسه ابو العينين الخيريه. خلينا نرحب بدكتور ايه نصار، وهي مدير مجموعه 57357 للجوده والتطوير الاستراتيجي ومدير اداره الجوده والتعليم بالمجموعه. برحب بحضرتك البدايه دكتور ايه. اهلا وسهلا بيكي. دكتور ايه، النهارده اكاديميه 57357 للعلوم الصحيه عندها عرس وبتحتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المريض اللي بتحمل اسم مؤسسة رجل الأعمال الوطني الأستاذ محمد أبو العينين الخيرية. عايز أعرف من حضرتك تفاصيل الاحتفال النهاردة بالضبط عبارة عن إيه؟ زي ما أنت قلتي حضرتك إن إحنا النهاردة في عرس تعليمي احتفالية كبيرة، بنحتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج إدارة الجودة الصحية وسلامة المريض بالتعاون مع الجي سي آي، والدفعة دي ليها طعم خاص لانها تحمل اسم مؤسسة ابو العينين الخيرية. احنا النهاردة بنحتفل بتخريج 60 واحد من او 60 اخصائي ومحترف ادارة جودة صحية وسلامة المرضى، وكعادتنا هدف البرنامج ده هو تأهيل المحترف في ادارة الصحية والجودة عشان يشتغلوا ويليد الكواليتي انيشيتيف او التحسين اللي احنا محتاجينه يكون على مستوى على مستوى مصر كلها. فده الاحتفاليه احنا بننشر او بنبعت رساله للمجتمع الصحي كله، بنقول ان احنا الوقت دلوقتي ان احنا تشتغل تبع للمعايير الجودة الصحية، واللي شافوه طبقوه في البراكتيكم واللي شافوه خلال التدريب العملي طبقوه اوريدي في مشروعات. واحنا عندنا اكتر من 60 مشروع من الدفعة، 16 مشروع من الدفعة دي موجودة او تم عرضها في مؤتمر الاي اتش اي. الاي اتش اي ده الانترناشنال هيلث امبروفمنت او الانستيتيوت فور هيلث امبروفمنت، ودي مؤسسة عالمية بتتكلم على مشروعات التحسين في الرعاية الصحية. فإن يبقى أكتر من 15 مشروع تم تكريمه على مستوى عالمي، دي رسالة تانية وتأكيد تاني إن إحنا موجودين، مش بس موجودين على المستوى الإقليمي، لكن جهودنا وجهود التغيير والتحسين ريكوجنايزد او متشافه على المستوى العالمي. وده المهم يا دكتور رئيه. وخليني اخد حضرتك لنقطه في غايه الاهميه، التعليم والتنميه والتطوير في القطاع الصحي ده محتاج يعني امكانيات هائله، فعايز اكلم حضرتك عن كيف ساهمت تحديدا مؤسسه الاستاذ محمد ابو العينين الخيريه في دعم الطلاب وطلاب الدفعه الثانيه تحديدا، دعمهم من كافه الجوانب. حضرتك هو الشراكة دايما مؤسسة أبو العينين من الرواد في دعم أي فكرة عشان تنطلق، عشان تحول من حلم الحقيقة. دعم مؤسسة أبو العينين كان موجود من أول فكرة مستشفى 57، من أوائل الداعمين. وكعادة مؤسسة أبو العينين إن بتدعم كل إنيشيتيف. برنامج إدارة اللي إحنا بصدده النهاردة، إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، هو طريقة تعليم مختلف، لأن إحنا ما بنتكلمش على التعليم زي ما احنا متعودين.